قلنا أن الرؤية الصادقة لها 7 علامات. العلامة الأولى أن يكون في الرؤية بشرى للرائي، وهذه علامة أساسية، أن يكون في المنام الذي رآه الرائي بشرى، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالمبشرات، سمى الرؤية بالمبشرات، لأن الأصل فيها أن يأتي فيها بشرى، هذا هو الغالب عليها. العلامة الثانية أن يكون في الرؤية ما يستحسنه الرائي أو يحبه، بحيث يعني عندما ترى هذا المنام تقوم من النوم وأنت يعني تشعر بالفرح والراحة النفسية بسبب ما رأيته في المنام. أحيانا الإنسان لا يفهم ما رأى في المنام، يعني يرى أشياء لا يفهمها أو يفهم بعضها ولا يفهم بعضها، لكن تجد يعني يستيقظ من المنام منشرح الصدر أو يشعر بالفرحة والسعادة مما رأى في منامه. فهذه علامة، هي العلامة الثانية من علامات أن ما رآه إنما كان من الله سبحانه وتعالى. العلامة الثالثة أن يكون في الرؤية أمر بمعروف أو نهي عن منكر، هذه علامة مؤكدة وواضحة أن ما يراه الإنسان في منامه فيه أمر بالمعروف أو فيه نهي عن المنكر، يكون هذا المنام من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الشيطان لا يأمر العباد بالمعروف ولا ينهاهم عن منكر، إنما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو الله سبحانه وتعالى. العلامة الرابعة من علامات الرؤية الصادقة وأنها رؤية من الله سبحانه وتعالى، أن تكون الرؤية تصلح أو صالحة أن تعبر على قاعدة من قواعد التفسير، قواعد التفسير التي سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. فإذا كانت الرؤية تصلح أن تعبر على القواعد التي سأذكرها فإنها تكون رؤية من الله عز وجل، وإذا كانت لا تصلح أن تعبر على قاعدة من قواعد التفسير فإنها لا تكون رؤية، لأن هذه القواعد إنما وضعت لتميز لتعبر الرؤية الصادقة من خلالها. فإذا وجدت أن المنام الذي يعني رأيته لا يصلح أن يعبر على أي قاعدة من قواعد التي تذكر في ذلك، هذا يدل على أن ما رآه في هذه الحالة لم يكن رؤيا من الله سبحانه وتعالى. العلامة الخامسة من علامات تفسير الرؤيا، من علامات أن الرؤيا من الله سبحانه وتعالى، أن يكون الرائي من أهل الصدق والصلاح. فصلاح الرائي علامة من علامات الرؤيا الصادقة، وهي علامة تتعلق بالرائي لا تتعلق بالرؤيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، أو أصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا. فالإنسان كلما كان أقرب إلى الله عز وجل في الصدق وصادق مع الناس في الحديث، فإنه بإذن الله تعالى يكون رؤيا أيضا أقرب إلى الصدق في المنام. العلامة السادسة من علامات تفسير الرؤيا، أن تكون الرؤيا عند اقتراب الزمان. وذكرنا في الحلقة الماضية اختلاف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وذكرنا أن المقصود من قوله إذا اقترب الزمان يعني اقتربت القيامة، فكلما كان العباد أقرب إلى أيام القيامة أيام الآخرة في الحياة الدنيا كلما كانت الرؤيا أصدق، فلا تكاد تكذب في هذه الأزمنة. العلامة يعني السابعة من علامات أن الرؤيا من الله سبحانه وتعالى وأنها رؤيا صادقة، أن تتكرر الرؤيا أكثر من مرة، سواء تتكرر يعني مع أشخاص مختلفين أو تتكرر مع شخص واحد. بمعنى أن الإنسان يرى يعني في منامه أنه يفعل شيء معين أو أتاه مثلا مال، ثم يرى هذا المنام يعني كثيرا ما يراه، يرى مثلا اليوم ويرى غدا وبعد غد وهكذا. فإذا في الحقيقة إذا رأى المنام نفسه وتكرر معه أكثر من مرة، مرتين ثلاث أربع هكذا، بعض الناس يقول أنا أرى كذا في المنام وهذا أرى باستمرار، نقول هذه علامة من علامات أن هذه الرؤية
من الله عز وجل وأنها صادقة، فتكرار المنام هو يؤكد صدق الخبر. كذلك لو أن يعني أشخاص مختلفين، فلان وفلان وفلان، أربعة من الناس يرون نفس المنام، يتكرر مع هذا وتكرر مع هذا وتكرر مع هذا، هذا أيضا يدل على صدق هذه الرؤية التي رأوها وأنها من الله عز وجل. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني رأوا في المنام ليلة القدر رأوها يعني جميعا، كان هذا يرى أنها في العشر الأواخر من رمضان، وكان هذا أيضا الصحابي أيضا هذا يرى أنها في العشر الأواخر من رمضان، وتكرر المنام كثيرا معهم. فإذ بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أرى أن رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر من رمضان، فالتمسوها في العشر الأواخر. فاستفدنا من التكرار هنا الذي وقع للصحابة الكرام صدق الخبر وتأكيد الخبر، وأنها رؤيا من الله سبحانه وتعالى.